بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جانا هذا الطباخ بشعلتين، هذا الطباخ مثل ما تشوفونه بعطل، هسه راح نشغله ونشوف شنو العطل ماله. هسه لكم على الخريطه مالته، هاي حالته تشوفوها. طبعا هاي اغلب الاعطال هيش اعطال ناتجة عن ضربة كهرباء، يعني كهرباء جاية عالية فالمكثفات دائما تنفجر. فندقق بالنظر نشوف الكارت ماله، هذا الكارت ماله. اذا تلاحظون هسه المكثف الرئيسي مالته مفجور، هذا المكثف الرئيسي مفجور. هذا عبارة عن شعلتين، وهنا لوحة السيطرة هنا دي. راح نبدل المكثف ونشوف العطل ماله. لاحظونا هسه اشتغلت، بدلنا هذا المكثف العاطل، خلينا بمكانه. هذا المكثف مالته 10 450 فولت. بس راح نخلي الكفر مالته ونشوفه. اشتغل عندنا هذا طباخين. طبعا جوزه متحمل، هسه نطفيه نشوف شنو المشكله. لازم ما نشغل اثنين لان جوزتنا مخليها على 10. راح نشغل بس واحد ونشوفه. اشتغل، سحب تقريبا 5 6 7 8 وتتقلل به. فتحياتنا لكم، حرارته كلش قويه وشكرا لكم.